طب احنا شفنا يعني على مدار الايام اللي فاتت او السنين اللي فاتت، خليني ادق، يعني ست بتركب تاكسي وبتركب تريسيكل وبتركب ميكروباص، وكان في واحده منهم كرمها الرئيس السيسي سنه من السنوات، وشفنا قد ايه الراي العام كان متعاطف مع الست اللي بتعمل هذه المهن، لكن نقل تقيل دي جديده وصعبة. جديدة وصعبة، وبعدين فيها سفر وفيها مشقة. رحبوا معنا بالست فريال العدوي، خلينا نتعرف منها ازاي بدأت رحلتها مع عالم النقل التقيل والشاحنات والسفر، وازاي بتسوق العربية الطويلة العريضة دي، وازاي بتوصل بيها من مكان لمكان. صباح الفل عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل عليك يا ست فريال. صباح الخير يا حبيبه قلبي. خلينا نبتدي كده من البدايه خالص، وانتي بنت شبرا واتربيتي في شبرا، وما كناش بنشوف ستات في شبرا بيسوقوا نقل تقيل، جات لك الفكره منين؟ هي جات لي الفكره والله لما انفصلت عن ابو ابني، جاتني الفكره بان انا كنت ماشيه في الشارع وبعدين بصيت لقيت ما انفصلت رجعت لخالتي تاني. يعني عشت مع خالتي، ما عشت مع ابي. الخاله هي اللي ربتك في شبرا؟ لا، هي خدتني بيبي من الشرقيه، خدتني بيبي من الشرقيه وربتني. هي كنا احنا سبع بنات، فهي قالت لها لا انا هاخد البنت الصغننه خالص دي، انا هاخدها اربيها بطريقتي في مصر. وخالتي كانت مقيمة في مصر وعايشة في مصر وكده، فطبعا ما خدتني وربتني والكلام ده كله، كان شكلي أكبر من سني لما وصلت ل 12 سنة. فجاني عريس ووافقت خالتي وفرحت وبتاع، وإنها تفرح أهلي إنها جوزتني، وبالفعل وافقت واتجوزت. وبعد ما اتجوزت طبعا اللي هو شاب صغير غيور وانا طفله، فطبعا بطبيعي الزيجه لا يمكن انها تنجح مع اثنين صغيرين وحياه وكلام من ده، فكان ثمره الشيء ده هو ابني. بعد كده طبعا لما انفصلت ابتديت ان انا يعني عايزه اشتغل، ما لقيت واحده سايقه تاكسي وانا خارجه الصبح بدري، فرحت رجعت لخالتي قلت لها انا شفت واحده سايقه تاكسي يا خالتي. قالت لي طيب ايه يعني؟ روح المرور، والمرور هناك، لان انا كنت عايزه قلت لها عايزه اشتغل. رحت المرور وفعلا قبلوني هناك، وبعد ما قبلوني خدت كورس ميكانيكا وسواقه وكهرباء ويعني مدرسه المرور. المدرسه المرور بعد كده استخرجتني رخصه درجه ثالثه، لان هم ثالثه وثانيه واولى. صحيح. ثالثه دي انا اسوق بيها بس تاكسي او بيجو. تاكسي او بيجو. قعدت سنتين، خلال السنتين دول انا لقيت السواقين اللي هم بتوع النقل وانا واقفه يتريقوا عليا، يقول لك ايه؟ يلا اهو تاكسي على قدها او عربيه بيجو على قدها. فطبعا انا حسيت كده بان هم يعني قلتي والله لا سوق النقل زيكم، حسيت باحساس غريب. فجتني فكره ان انا لازم اسوق العربيه اللي هو سيئة. بالفعل اول ما خلصت السنتين اللي هم الدرجه الثالثه اللي هم البيجو بس، ده دخلت اخر يوم دخلت المرور واستبدلت وامتحنت والحمد لله نجحت، والله العظيم نجحت بدون واسطه في الاولى والثانيه. ما شاء الله. والله العظيم من بدايه الموضوع من ثالثه لثانيه، واقسم بالله ما حد دخل لي ولا حد. خلينا. حتى كان الضابط نفسه كان بيحترمني جدا. أي. ان انا يا واحده ان انا يعني جايه له من غير واسطه وجايه له من غير اي حاجه، فبقى بيحترمني اثناء الامتحان. ان خلصت درجه ثالثه دخلت في الثانيه، الاولى في الثانيه علشان خاطر الثالثه وبعدين ثانيه. استخرجت الثانيه ونجحت والحمد لله، ولازم يبقى اكمل سنتين ثاني عشان ابتدي امتحن في الاولى. طب خلينا نتكلم عن رحلتك كسواقه نقل، كلمينا عن اصعب رحله يعني سوقتيها، واحده ست بتسوق من مدينه لمدينه ومعاها بضائع قد كده، لازم تكون تعرف تحميها كويس من اي خطر، تعرف تبات من هنا لهنا، يعني برضو في تفاصيل انا مش فاهم ازاي ممكن تكوني بتعملي رحله زي كده، حطينا معاكي في الصوره. طيب
والله انا هقول لحضرتك حاجه يعني اختصارا للرد. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجيب لما بينوي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى الانسانه دي هتشتغل سواه بيهيئ لها كل شيء جواها وفي طريقها ونعم بالله وقوتها، لان طبعا بالله. انا بيضاف ليا قوه غير القوه طبعا، ودي طبعا بتكون من قبل الله، يعني بتضاف ليا قوه غير قوه، قوه الذكاء، قوه الفهم، قوه الـ 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 ان انا اصد كل الـ الـ اللي انا بقابله في الطريق واختار الطريق والليل والتعامل مع الناس والناس اللي مش اللي قابله موضوع. يعني مثلا انا عندي 50% بيحبوني قوي، 50% بيكرهوني قوي 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 قوي، وحاسين ان انا هم جبل عالي وانا هديته ازاي، يعني خلاص هو سواه يعني مكتسح العالم كله، لا وفجت له واحده لا، فطبعا كانت صعبه بالنسبه لهم جدا ان هم يقتنعوا ان دي واحده ست هتقدر انها تسوق نقل او بتسوق نقل او ناجحه بالفعل او نجحت بالفعل. أكيد ست فريال، أنت ابتديتي من أيام ما كانت اليومية 3 جنيه، أول يومية أنت قبضتيها كانت 3 جنيه، لغاية بقى سنين عدت، نقول كام سنة؟ النهاردة إحنا 50 سنة أهو. ما شاء الله، ما شاء الله. يعني أنا النهاردة ماشية في 80 سنة. الله أكبر، ما شاء الله، الحركة بقى في المحافظات. لله والحمد لله بقوم بدوري، والحمد لله بقوم بشغلي، يعني أنا طلعت من اسكندرية، رحت الغردقة، رحت يعني حملت بليل وسافرت طول الليل ورحت الغردقة، وعتقت هناك ورجعت في نفس الوقت على اسكندرية، يعني الحمد لله بواصل عملي زي أي شاب النهاردة. طب ما تحكي لنا كده ست فريال، الطريق بيبقى ماشي ازاي؟ يعني كل واحد بيبقى له طريق متعود عليه، ولا بتلفوا المحافظات كلها؟ يعني انت متعوده تحملي من مكان وتسلمي مكان، ولا حسب ما الشحنه بتوديكي؟ لا طبعا حسب الشحنه ما بتوديني، يعني انا في شحنات كنا في الاول ايام ده والهدوء والدنيا، كنت انا بسافر ليبيا بشحنات برضو. بنروح كنت بروح طرابلس ليبيا، اخر ليبيا عند المطار القديم، كنت بودي شغل هناك، وطبعا كل طريق بيختلف عن التاني. هنا طبعا ما فيش شبر في مصر انا ما تعاملتش معاه من خلال مده شغلي في النقل. انت معلش يا استاذ سفيان، انا سمعت بس حاجه، حضرتك عندك دلوقتي ما شاء الله 80 سنه؟ انا ماشيه في 80 سنه. ما شاء الله، ما شاء الله، الله اكبر، بقالك 50 سنه في شغاله سواقه نقل؟ الحمد لله، ما شاء الله تبارك الله. ويعني انا في حياتي اللي انا عشتها الحمد لله رب العالمين، ربنا كفاني شر اي شيء في الطريق ايا كان. وسافرتي بره مصر، خدتي العربيه يعني من 50 سنه دي، يعني زي ما منى قالت 3 جنيه، يعني ده فتره طويله، اكيد سافرتي، انت قلتي ليبيا، اكيد بقى رحت العراق ورحت السودان، يعني النقل البري اعتقد طرق، ورحت كام دوله على كده؟ انا رحت ليبيا بس. ليبيا بس. طيب انا عايز اعرف منك حاجه بقى، احنا السيدات بيبقى عندنا، احنا مش يعني غيرك طبعا لان انت ما شاء الله رخصه درجه اولى يعني، لكن احنا بنتكلم في ان بنبقى خايفين العجله تحصل لنا حاجه، الطريق، العربيه تسخن، المواقف اللي دمها تبقى تقيل دي، اعتقد بقى الموضوع ده بسيط خالص بالنسبه لك. لا انا كان الموضوع ده بالنسبه لي يعني هقول لحضرتك ان انا يمكن ما كنتش بعمل لنفسي بس، لا انا كنت بعمل لو لقيت راجل كبير في السن اقف انا اغير له الفرده. ما شاء الله عليك. اقف والله العظيم اقسم بالله كنت اقف اغير له انا مش الفردة. بس شطاره، لا كمان جدعانه، ما شاء الله. لا الحمد لله رخى ربنا يعني سبحانه وتعالى ما بيخلينيش اقع في موقف، من كتر المواقف اللي انا بعملها بيكفيني، يعني ما من زرع حصد. انا لو انا ساعدته انا سواق واقف يا اسطى انت عايز ايه؟ الحاجه اللي موجوده عندي امشي بيها اطلعها من عندي، لان انا عندي خزين في العربيه على طول، حاجات ريزيرف في العربيه، بحيث ان انا لو عطلت في اي طريق ما اقفش، اغير القطع تغيير على طول، ويعني في حاجات انا اقدر اعملها وبعملها بالفعل، وفي حاجات بتحتاج ان احنا نجيب لها المختص بيها. طب 80 سنة ربنا يديكي طبعا طولة العمر والصحة ويبارك لك في صحتك،
بس 80 سنه ولسه شغاله وما زلت شغاله وما فيش اي مشكله بالنسبه لك الموضوع يعني؟ لا عادي، كما لو كنت في عز شبابي يعني. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رايد كده، مش انا ولا أي. لا لا لا، ربنا رايد. هي ساعه الانسان ربنا بيبدا بيها وساعه بينهي بيها يعني. هو ربنا موقفني على رجلي وشغالة زي الفل والله العظيم، أقسم بالله دوري بدور السواق، زي دوري بدوره يعني. الوقت هو بيطلع فيه وبيرجع، هو أنا اللي بطلع فيه وبرجع، وإن كان شاب عنده 27 سنة ولا 25 سنة. ربنا يديك طول العمر والصحة يعني. اللهم أمين. بنشكرك السيدة، وده كله من فضل الله عليك. والله والله أنت بتضربي مثل مش للستات بس، للرجالة كمان. الرجاله في عمر صغير ماشيين بالفولترين. ما شاء الله عليكي ست فريال العدوي، ربنا يديكي الصحه والرزق دايما يا رب، ودايما تبقي دايما مختلفه كده ومبهره. ابهرتينا والله، ابهرتينا. كل الشكر ليكي. شكرا جزيلا.